دي فكرة جديدة. احنا كمان بنشتغل بدري على المشروعات القومية. مصر بتعمل دلوقتي مشروعات قومية، عندنا 9 ألعاب ومشروع الموهبة. في الحقيقة احنا فيها بنعمل مراحل بانتقاء على مستوى مصر، وبعدين بنحطها في سنوات تدريبية، سنتين في سنتين في سنة، وبنقول ان احنا بنتخطى 2020 ل 2024 وهكذا. طب لما نبدأ نقول طب احنا المراحل الزمنية اللي بنشتغل عليها عايزين يبقى فيه تهيئة حكاية للأطفال بأقصى حاجة فيها بطولات وفيها تجمع يتوازى مع رؤيتنا في قطاع البطولة. فعملنا فكرة من خلال الزملاء والشباب وفكرة شباب وزارة الشباب والرياضة ان احنا نعمل أولمبياد للطفل المصري. الأولمبياد ديت هيلعب بشكل محاكاة ومتماثل مع الأولمبياد، ويشتغل على من خلال المحافظات، ويشتغل كمان في مراكز الشباب، لأن احنا عايزين مراكز الشباب يكون مركز كبير جدا في كل حاجة متفاعل. وبعدين نعمل تصفيات على مستوى قطاعات، ثم في القاهرة نعمل افتتاح إن شاء الله يليق بهذا الحدث المحترم. يعني الفكرة في الحقيقة منتج شبابي الوزارة من الوزارة عايزين نكبرها وعايزين نحطها على تراك، وتكون دي بداية. هنبدأ إن شاء الله يعني بحاجة كبيرة، لكن أكيد عشان نضمن استمراريتها يكون عمل مستمر على طول، يبدأ المنتج قوي ويستمر وبمساعدة الإعلام. يعني مصر بتمتلك بنية أساسية الحمد لله كبيرة جدا، سواء على مراكز الشباب عندنا أكتر من 3000 مركز شباب، في يعني بنيته معقولة وكويسة، وفي الباقي إحنا بنكمله. لكن في مدن رياضية، في منتديات شباب، منتديات شباب زي مراكز شباب بالظبط موجودة، في نزل شباب، دي كلها موزعة في المحافظات وموجودة في الأندية اللي موجودة موزعة في أكثر من مكان، في الاستادات اللي موجودة سواء استادات مع وزارة الشباب والرياضة أو استادات عامة. فالبنية الأساسية، وده شفناه في 2019 الحمد لله لما قدمنا، احنا عندنا بنيتنا الأساسية ومش قلقانين إن في بنية أساسية تلعب عليها مباريات للبطولة، وفي كمان استادات أو ملاعب هيتلعب عليها الدوري المصري. فبالتالي الحمد لله ده تراكم السنين اللي فاتت ووزراء الشباب والرياضة السابقين كلهم، اللي كلهم ساهموا في ان احنا نكون في المستوى الحالي، ما عندناش مشكلة في هذه البنية الأساسية. الجانب الفني محدد عدد من الرياضات والمراحل السنية اللي موجودة اللي شرحها الزملاء اللي موجودين، وكده نبدأ عدد كبير مش من الألعاب، لكن التجربة تنجح نبدأ نزود الألعاب ده. وده في الأولمبيات العامة دايما بيكون في مثلا أحقية للدولة المنظمة ان هي تضيف بعض الألعاب، وكمان كل فترة بيزيدوا ألعاب أساسية. نبدأ بس البداية حتى لو الألعاب مش كتيرة، لكن بعد كده تدخل أكيد هيبقى يكون في معامل انتقاء للمشروع القومي للناشئين من ولادنا دول. أكيد هيجي أساسا ولاد بيلعبوا، فبيلعبوا بينموا القدرات بتاعتهم، أكيد هيروحوا للمنتخبات. لكن أكيد المشاريع القومية والمشروع القومي للناشئين هيكون يعني توجيه للجنة اللي موجودة ان هي تنتقي من الولاد دول. الإعلام شريك نجاح لينا، انا بطلب من دلوقتي اهو في الإعلام لو سمحتوا انتوا يعني اعملوا حدث للطفل المصري. لو هتعملوا الحدث للطفل المصري اللي فيه تربية وتعليم، اللي فيه أزهر، اللي فيه حاجات كتيرة جدا، اهتموا بهذا الحدث واهتموا بالنتائج بتاعته. وانا كمان هخصص مجموعة عمل في إدارة الإعلام في الحقيقة ان هي تكون تدي رسائل يومية لهذا الحدث عشان تسهل العمل الإعلامي.